أهلا ومرحبا بمشاهدينا في كل مكان، وهذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم. تنطلق يوم غد منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بإقامة 5 مباريات يلتقي فيها الشرطة وضيف فريق الحسين في ملعب الشعب الدولي، كما يلعب الميناء مع البحري والقوة الجوية مع الكهرباء وكربلاء مع زاخو ونفط ميسان مع أمانة بغداد، فيما ستقام يوم الخميس القمة المرتقبة بين الزوراء والطلبة. هذا وكانت نتائج المرحلة الأولى من الجولة الثانية قد أسفرت عن فوز الزوراء على الكهرباء ب4 أهداف دون مقابل، والشرطة على الطلبة بهدف وحيد، والميناء على نادي الحسين بهدف، والنجف على البحري بهدفين مقابل هدف، وتعادل النفط مع نفط الوسط بهدف لهدف. نتابع هذا التقرير للزميل عدنان لفته. ختام مباريات الجولة الأولى من رحلة إياب دوري كرة القدم توشح بألوان الفريقين الكبيرين الشرطة والطلبة، وهما يرفعان شعار الفوز للالتحاق بركب المتصدرين. اللون البنفسجي كان طاغيا في النصف الأول الذي تسيده لاعبو الشرطة بالأداء والنتيجة، حينما سجل لهم عبودي طارق عزيز الهدف الأول في وقت مبكر. الجدل أثير بين المتابعين بهدف آخر للشرطة ألغي بداع التسلل بعد كرة ردتها العارضة. الطلبة انتفض في الشوط الثاني وفرض سيطرة متناهية، مستثمرا تراجع لاعبي الشرطة للحفاظ على فوزهم. الجدل التحكيمي عاد ليظهر مرة ثانية، وهذه المرة للطلبة الذي احتج مدربه ولاعبوه بذريعة عدم احتساب هدف لهم اجتازت فيه الكرة خط المرمى حسب رؤيتهم. فريق الطلبة فريق منافس، مو فريق سهل، من الفرق الجماهيرية. مثل ما تعرف سجلنا الشوط الأول، حاولنا نسجل الشوط الثاني لكن فرصنا أقل من الشوط الأول، قدرنا نحافظ على مرمانا بعد التوفيق من رب العالمين، الحمد لله وشكر. الدقائق الأخيرة سجلت ضغطا هجوميا واضحا للطلبة، ردت فيه عارضة الشرطة كرة رأسية هائلة للشاب كريم دلي، ضيعت على فريقه فرصة الخروج من نقطة التعادل وأبقت الفوز للشرطة للاقتراب من الصدارة. الشوط الثاني بأكمله فريقنا وأفضلية يعني واضحة، ما توفقنا صراحة بتسجيل أهداف، فرص عديدة الصراحة، كانت النقطة الباردة في فريق الشرطة كان هو الحارس، وأعتقد كرة يعني داخل المرمى طلعها المدافع، ويعني ما أعرف يعني إذا كانت هدف أو لا. الشوط الثاني ضغطنا شوية وده طبيعي ومنطقي، لكن أنا هتكلم على فرقة الطلبة. طبعا فرقة الطلبة جاهزة أكتر مننا، لازم الناس تعرف إحنا فترة التوقف بتاعتنا يعني ما تمش فيها عمل مباراة قوية، هم لعبوا مباراة رسمية زي نفط الوسط والكوية، دي جهزتهم قوي، لكن إحنا في المرحلة الحالية إحنا مهم جدا كل 3 نقاط. أيوة نعم، في وقت هتهاجم وتضغط، في وقت هتراجع للدفاع وتقفل وتلعب على المرتدات، لكن في النهاية أهم حاجة 3 نقاط، الحمد لله. قمة اللحظات المثيرة للجدل أهدت الشرطة نقاط الأمل للاقتراب من موقع الصدارة والمنافسة على اللقب بعد فوز مهم حققه على فريق الطلبة في مباراة تقاسم فيها الفريقان شوطي اللقاء. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. وبعد أن تابعنا هذا التقرير أرحب بضيوفي من بغداد، نجم الكرة العراقية والمنتخب الوطني السابق الكابتن مجبل فرطوس، ومن دبي الخبير الكروي المعروف الدكتور جمال صالح، ومن بغداد أيضا النجم الكروي السابق ونجم فرق الزوراء والقوة الجوية والتجارة وفرق هواية حامد جبر. وأبدأ من بغداد مع الكابتن مجبل فرطوس. كابتن أهلا بيك، ضيف عزيز على برنامج استوديو الرياضة، من زمان ما ملتقين بيك أبو علي. شلون شفت العراق؟ شلون شفت بغداد؟ شلون شفت الدوري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بك أستاذ حسام
ورحب بالسادة المشاهدي قناة الحرة العراق. يا مرحب. ورحب أيضا بالدكتور جمال صالح والكابتن حامد جبر. بصراحة يعني العراق يبقى في القلب وبغداد تبقى في القلب، والإنسان مهما طالت غربته أصله ومرجعه إلى العراق. أكيد. فنحن يعني عراقيين بمعنى الكلمة، وعراقيين نحب بلدنا مهما ابتعدنا عنه. تعرف الظروف اللي يمر بها بلدنا أجبرتنا على الخروج يعني من خارج العراق، وإن شاء الله نرجع ونخدم بلدنا مثل ما كنا نخدمه في السابق إن شاء الله. شلون شفت الدوري هاي الجولة الفاتت بداية المرحلة الثانية؟ والله بصراحة أنا يعني كنت في استوديو التحليل لقناة الرياضية العراقية، شفت ثلاثة مباريات بين النجف والبحري وبين الطلبة والشرطة والزوراء والكهرباء. نعم. بصراحة الأداء كان جيد، يعني الأداء كان جيد، و يعني توظيف المدربين، تغييرات المدربين، يعني شفت مباراة الشرطة والطلبة. نعم. كانت بصراحة مباراة قمة، شفنا بها كل أنواع عناصر كرة القدم، شفنا بها التكتيك، شفنا بها التحركات، شفنا بها الجوانب الدفاعية، شفنا بها الجوانب الهجومية، شفنا التحول من الدفاع للهجوم. يعني أول مرة أشوف فريق عراقي يضغط، خاصة هو فريق الشرطة الشوط نعم. الأول ضغط ضغط عالي، وكان يعني الفريق كله يضغط في جهة الكرة. نعم. وهذا يحسب له. طيب. يحسب لمدربه، ولكن يعني أنا ما أريد أطول بالكلام، مو يعني ده حل المباراة، ولكن هذا البروز وهذا التألق في الشوط الأول. في الشوط الثاني تغير وضع الفريق، لأنه أعتقد اللياقة البدنية كانت غير موجودة بداخل الفريق، وتكلم المدرب الكابتن محمد يوسف حول هذا الموضوع. نعم. انتقل الى دبي. فريق الزوراء. العفو ابو علي، كمل ما يخالف. يعني كابتن مجبل ما يخالف، يلا كمل. فريق الزوراء يعني فريق الزوراء ومع الكهرباء. الكهرباء الشوط الاول لعب باسلوب يعني دفاعي. نعم. مقنع وباسلوب يعني مقبول، منع فريق الزوراء من الوصول للهدف. يعني يحسب لمدربه الكابتن عباس عطيه. نعم. ولاعبيه. ولكن في الشوط الثاني التغييرات التي اجراها الكابتن عصام حمد. نعم. هي التي مهدت للفريق الزوراء بخلق فراغات. طيب. خلق فراغات، وايضا عنصر اللياقة البدنية كان غير موجود. نعم. في فريق الكهرباء، ومما استطاع أن يسجل فريق الزوراء 4 أهداف في هذا الشوط. نعم. أنتقل إلى دبي لأرحب بالدكتور جمال صالح. دكتور أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج استوديو رياضة. الدوري يبدأ مرحلته الثانية، والفرق العراقية تلعب كأس الاتحاد الآسيوي أيضا، والجماهير تحضر بكثافة لمتابعة المباريات. كيف تقرأ المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رحب بك كابتن حسام والأخوة مجبل فرطوس، حقيقة عزيز علي، وفترة طويلة صار ما شفته يعني، لكن على طول احنا اتابعه بالبرامج الرياضية. نعم. ايضا يعني سلامي للكابتن حقيقة حامد جبر. نعم. بصورة عامة يعني كرة القدم بالعراق نقدر نقول لحد الآن أني حقيقة مدى أشوف المستوى المفروض يكون عليه، يعني بغض النظر أنه عندنا لاعبين محترفين، عندنا مال يصرف بصورة كبيرة جدا، لكن بعض المباريات تشهد أنه يعني المباراة الأخيرة شفتها أني بين حقيقة الطلبة والشرطة كانت مباراة جيدة ومقنعة. نعم. أما المباراة اللي يكون طرفها فرق الأخرى حقيقة ليس بالمستوى المطلوب، وبالتالي إن شاء الله المستقبل، لأنه إحنا قضايا كثيرة جدا تنقصنا، ويمكن المستقبل أنه يكون تطور أكثر يعني بفضل يعني برامج الموجوده بالاتحاد ووزاره الشباب، بالاضافه الى الفرق الصغيره يعني. نعم. الناشئين والاشبال. نعم. الاعتماد على وجوه جديده. نعم. انتقل الى بغداد مره اخرى. الكابتن العزيز حامد جبر المقيم بالدنمارك والمقيم في قلوب احبابه ايضا في بغداد وفي كل مكان، اهلا ومرحبا بك بعد طول غياب. اول مره التقينا بك كابتن حامد مؤتمر كفاءات اذا تتذكر بال 2009. شلون شفت العراق والدوري؟ بلا شك تحياتي لك أستاذ حسام، وتحياتي إلى ضيوفك الكرام مجبل فرطوس وجمال صالح. يا مرحبا. وأني سعيد جدا أنه أسمع أصواتكم من خلال قناة الحرة الرياضية. يا مرحبا. فشكرا جزيلا لك على هذه الدعوة الكريمة.
يا مرحب. فطبيعي يعني بغداد أسعد إنسان أكون محاط بأجمل أصدقائي الرياضيين وعائلتي، ويعني تعرف عراقنا ما نقدر نستغني عنه، فأنا جدا سعيد في إقامتي. نعم. كابتن حامد، أنت لاعب ويا مجبل فرقص؟ نعم. لاعب ويا كابتن مجبل؟ نعم، لعبت مباريات، وهو مجبل كان أحد المشرفين على تدريبي، هو الأخ قصي حميد مع المدرب. نعم. فويا اليوغسلافي. نعم. في فريق القوة الجوية. زين. مجبل من أحد أصدقائي المقربين يعني. وسمعت هم لعبوا يا دكتور جمال صالح. لعبا وخارج اللعب. ملحق يعني. على دكتور جمال صالح هم لعبوا يا طبيب. نعم نعم، في الطلبة ما يحبوني الطلبة لأن دائما أقول عليهم، هاي مسألة. أنت تقول يعني بس على سلام علي. ما يحبوا الحامد جو. بس على سلام علي تنفرد وما تقول دائما شنت. سلام علي. أقول لك سلام علي مقول عليه وجبنا له الصحف وقال لي هاي الصحيفة أنت مسوي، يعني عبالي أنا خالقها للصحيفة. سلام خطيه صديق، وأنا سعيد جدا أنه سلام علي كون لي صداقة. نعم. عظيمة. طيب. مع عائليا أصبحت. نعم. تحياتنا شخصيا. تحياتنا من وراه. هو انا مقول عليه وانت ما مقول. زين، هسه راح نشوف. تحياتي له. تحياتنا للكابتن سلام علي ولكل النجوم الرياضه ونجوم الكره العراقيه. اذا نروح الفاصل اعزائي المشاهدين، وبعد نواصل مشوار هذه الحلقه من استوديو الرياضه، ابقوا معنا. أهلا بكم مجدد والجزء الثاني من هذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة، ومرة أخرى أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، من بغداد الكابتن مجبل فرطوس، ومن دبي الدكتور جمال صالح، ومن بغداد أيضا الكابتن حامد جبر. وأعود لأسأل الكابتن مجبل فرطوس. كابتن مجبل، شفت الفرق العراقية، شفت مستوى الدوري، أنت لفترة طويلة يعني تقيم في قطر ودربت العديد من الأندية القطرية، و مشوارك يعني مشهود إلى بالنجاح، هل تعتقد أنه الدوري العراقي مستوى يعني خلينا نقول أهله للعب في بطولات الاتحاد أو بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللي هي دوري أبطال آسيا ودوري أو بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن تراخيص الأندية مثل ما تعرف الآن تقف عائق أمام طموحات الفرق العراقية، هل تعتقد أنها من الممكن أن تتجاوز هذه تتجاوز هذا الحاجز؟ بصراحة يعني أنا ما يعني أتكلم، ولكن النتائج والتاريخ والإنجازات هي التي تتكلم. نعم. بالنسبة للفرق العراقية في كأس الاتحاد الآسيوي، أعتقد يجب أن تكون كل بطولة من بطولات الاتحاد الآسيوي للفرق العراقية. نعم. لأنه بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بطولة حسب رأيي الشخصي أقول متواضعة، ليس بمستوى الطموح، ولكن بطولة دوري أبطال آسيا. نعم. هي البطولة القوية. أبطال آسيا هاي البطولة هي المقياس الحقيقي يعني للأندية الآسيوية، يعني بها أندية يعني أندية قطرية، أندية سعودية، أندية إماراتية، أندية من اليابان، أندية من كوريا الجنوبية. نعم. أندية من الصين، يعني كل الدول المتقدمة في آسيا هم يشاركون. احنا لحد الآن يعني انت سالتني عن المعايير، احنا لحد الان لم نصل الى تنفيذ كل المعايير التي يعني صدرت من الاتحاد الاسيوي، واعتقد هاي ستكون يعني مشكله كبيره للانديه العراقيه، لانه الانديه العراقيه في الوقت الحاضر غير مؤهله للعب في بطوله كاس الانديه الاسيويه. القرار صدر قبل 7 سنوات أو 8 سنوات. نعم. ونحن لم نعمل أي شيء. الآن وقت تنفيذ الأشياء التي طلبها الاتحاد الآسيوي بقى 3 أشهر. 3 أشهر، وأعتقد هذه الفترة غير كافية لعمل أي شيء.
على هذا الأساس أعتقد يعني ستكون هناك يعني عقبات. إجراءات غير يعني أي غير مصرة طيب. لأنديتنا طيب. إحنا نعم نعم خلينا نشوف رأي الدكتور جمال صالح. دكتور جمال، ما المفروض عمله من قبل الأندية، من قبل الاتحاد، من قبل الجهات المعنية بالرياضة حتى تنجح الفرق العراقية في يعني يعني في تحقيق شروط الاتحاد الآسيوي في هذا الجانب؟ المشكلة الكبيرة أنه خلال 10 سنوات الأخيرة من صدور قرار الاحتراف أو المعايير التي كانت موجودة لحد الآن إحنا ما عملنا عليها، يعني ولا حاولنا أنه نعمل عليها، وبالتالي هناك تغيب تماما لواجبات الاتحاد وواجبات الأندية بنفس الوقت. إحنا لو نجي شنو المعايير، حوالي هي 6 فئات المعايير الموجودة، يعني معايير أكو رياضية وبنية تحتية والقانونية والمالية وهكذا. كل معيار من هالمعايير يتضمن فقرات، يعني مضمون بالضبط 52 فقرة موجودة في هذه المعايير. وهاي 52 فقرة أنا أتصور إحنا ممكن 10 فقرات ممكن نعمل عليها وممكن أنه نوجدها وممكن أنه نهيئها، لكن حوالي أكثر من 40 فقرة لا يمكن أنه نهيئها بالفترة هاي القصيرة. المشكلة الكبيرة أنه لحد الآن إحنا نفكر لاعبين عندنا محترفين وما عندنا احتراف فعلي موجود بالعراق، يعني مجرد ندفع مال شكلي يعني. بدون أي ضمان أو بدون أي مستقبل. يعني لو نجي إحنا المعايير الموجودة بالاتحاد الدولي بالنسبة للمعايير الرياضية، يعني حوالي 6-7 معايير أو 8 معايير موجودة رياضية. احنا ما نقدر نعمل من هذول شيء، يعني فرق الشباب، فرق الفريق الاول، الرعايه الطبيه، القضايا البنيه التحتيه، اخذ البنيه التحتيه من الملاعب التدريب، ملاعب الشباب والاستاديوم. احنا كلها تقريبا ما موجوده عندنا بالانديه. الاستاديوم نفسه، يعني لو نجي على الاستاديوم نشوف الفقرات البي حوالي 30 فقره بالاستاديوم فقط يعني. وبالتالي لا يمكن ولا يمكن اتصور ملعب الشعب هذا الموجود عندنا بالعراق اللي هو اليوم. أنا أتصور لو يروحون للجنة للملعب الشعب حوالي يطلعون ب 20 فقرة خطأ، وبالتالي لا يمكن أنه حتى ملعب الشعب أن يكون ضمن المواصفات الموجودة. أنا أتصور إرادنا فترة طويلة، إرادنا عمل وجود عالي جدا، إرادنا مبلغ كثيرة، وإرادنا برنامج ومخططين. يعني خلينا كنا كابتن حسام خلينا يعني مو مجرد أنه ترى المبلغ والفلوس، لا لا لا، إرادنا كادر نوعي، كادر نوعي انه يخطط لنا شلون نبني احتراف. وانا اتصور اذا كان هناك كادر جيد موجود، يعني إرادنا في 3 سنوات الى ان نبني عمليه احترافيه بالعراق. نعم، اذا العمل تضامني مثل ما افتهمت من كلامك دكتور جمال بين الاتحاد وبين الانديه، يجب ان تسعى الانديه لتوفير متطلبات الاتحاد الاسيوي، وايضا الاتحاد من خلال تهيئه الملاعب، تهيئه البنى التحتيه، تهيئه كل المستلزمات التي تضمن مشاركه العراق كمشاركه ناجحه في بطوله دوري ابطال اسيا وفي بطولات الاتحاد الاسيوي. نشوف راي الكابتن حامد جابر، ولكن بعد ما نروح الى فاصل قصير إذن فاصل ونعود لتكملة مشوار هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وهذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة. بالعودة إلى موضوع تراخيص الأندية، أنتقل مباشرة إلى بغداد مع الكابتن حامد جبر. كابتن حامد، أنت يعني سبق وأن مثلت أحد الفرق الأوروبية، فريق أفسيكو في كوبنهاغن، وتعيش في الدنمارك منذ فترة، وعندك يعني خبرة بمستوى البطولات الأوروبية، وشاهدت الدوري العراقي. يعني ما المطلوب عمله للدوري العراقي، ما نقول حتى يرتقي للدوري الأوروبي، ولكن للإيفاء بالتزامات البطولات المحترفة؟
نعم أستاذ حزام، يعني تعقيبا إلى آراء الأخوة مجب الفرطوس وجمال صالح هنا، فنحن نفتقر إلى عدة نقاط في يعني البنية التحتية في العراق قياسا لأوروبا. نعم. يعني في فارق كبير. نحن أنا سبق وأن زرت العراق من سنين وطرح للاتحاد على أنه نقاط معينة يجب أن ينتمي أو يقدمها للاتحاد الآسيوي، وأنا نعم. كنت أحد المشاركين طوعا للاتحاد مع رئيس الاتحاد السابق ناجح حمود. شو اسمه ناجح حمود. اي نعم. فقدمت له الآراء كانت في الإنجليزي، وهذه أحكيها أنا علنا على الهواء وخلي يسمعني الكل. نعم. وساعدت في النقاط المعينة اللي طلبها منا الاتحاد الآسيوي وهو الارتكاز أو التأكيد على الأندية البنية التحتية والفئات العمرية، ويجب على كل نادي أن يكون له يعني نادي يعني ملعب مخصص فيه المرافق الصحية الكافية. نعم. ولكن هذه للأسف لم تطبق لحد الآن. فإذا استمر الوضع على هكذا إهمال من قبل الإدارة لصاحبة القرار فما أعتقد نرتقي إلى المستوى الأوروبي بعد مئات سنين. فإذا لم نبدأ من الآن نلغي كل ما هو، أما بالنسبة للاحتراف إحنا يعني نفكر عندنا احتراف بس بالحقيقة لا يوجد لدينا احتراف. الاحتراف يجب أن يكون قياسا للدول الأخرى. نعم. الأوروبية أسوة بالدول كيف ترتقي وكيف تقدم دوري جيد ومنتخبات. نعم. وعندها رديف. إحنا لحد الآن حتى منتخبنا للأسف الشديد أقول ليس في مستوى الطموح بسبب هذه النواقص. طيب خلينا نعود إلى مباريات الدوري التي شهدت أيضا جولة الماضية تعادل نفط ميسان مع نفط الجنوب بهدفين لهدفين، وتعادل كربلاء مع ضيف الحدود بهدف لهدف في الملعب القديم الذي أثارت إقامة المباريات على أديمة الأجرد العديد من الانتقادات. طبعا كربلاء عندهم ملعبهم الأولمبي بس ما أعرف ليش يعني خاضوا المباراة على هذا الملعب القديم اللي عليه العديد من الانتقادات، ربما حتى يهيئون الملعب الرئيسي للجنة الفيفا اللي زارته أو يتهيئون لأمر ما. إذا نتابع هذا التقرير لميثم الجناح. استهل نادي كربلاء منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بملاقاة ضيفه الحدود. الحذر من جانب الفريقين كان سيد الموقف في الشوط الأول الذي خلا من الخطورة باستثناء محاولات عشوائية ضائعة. مدرب الحدود انتقد الاتحاد العراقي بسبب موافقته على إجراء المباريات على أرضية سيئة تسببت بإصابة أحد لاعبيه في بداية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. هذا الملعب اعتقد اصابات تحدث عند اللاعبين، وشفت انت اول ثلاث دقائق احنا اضطرينا تبديل اضطرار بسبب ارضيه الملعب، للاسف اعتقد هذا الملعب يصلح يعني حاشاكم الله للمواشي وليس للبشر يعني. هم يشتكوا من ارضيه الملعب وهذا الدوري العراقي هو يعني يا ملعب بيزين انه ملعبين ثلاثه. اما في الشوط الثاني فيبدو ان قراءه مدرب كربلاء للمباراه جاءت بالهدف الاول في الدقيقه الثالثه، هذا الهدف دفع بلاعبي الحدود الى تكثيف هجومهم على مرمى كربلاء الا ان المحاولات لم تفلح. لاعبو كربلاء دفعوا بثقلهم لتعزيز النتيجه بهدف ثان، وفيما تسير المباراه الى نهايتها بهدف يتيم الا ان فريق الحدود تمكن من العوده الى اجواء اللقاء في دقائقه الاخيره بعد ان احرز هدف فالتعادل قبل نهاية المباراة. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة. طبعا تابعنا أعزائي المشاهدين هذا التقرير عن مباراة كربلاء والحدود ومعاناة فريق الحدود وتصريح المدرب عادل نعمة حول هذه المباراة. وكل فرق طبعا ما تتمنى تلعب على مثل هذا الملعب، تتمنى تلعب على الملعب الأولمبي. أعود إلى الكابتن مجبل فرطوس. كابتن مجبل، هناك معاناة بالنسبة للأندية العراقية من موضوع الملاعب. أنت في قطر والأندية كلها عندها ملاعب مثالية،
ونجوم كبار، ولكن الجمهور اللي يجي بالعراق حتى بهاي الملاعب يشوفه يعني تارس الدنيا. ما المطلوب يعني عمله لهذه الأندية حتى تفي بالتزاماتها مثلا لموضوع هاي تراخيص الأندية، يعني تأجر ملاعب اللي ما عندها، لو شو يسوون برأيك؟ بصراحة أستاذ حسام، يعني مشكلة الملاعب في العراق مشكلة أزلية. نعم. مشكلة قديمة ومشكلة لم تضع لها الحلول المناسبة. الحلول المناسبة ما هي؟ الحلول المناسبة هي بناء ملاعب جديدة. يعني أنت حضرتك زرت قطر، ودكتور جمال زار قطر، وكابتن حامد زار قطر، وشاهدت الملاعب الكبيرة والكثيرة والملاعب التي في سواء بالأندية أو سواء في الاستوديوم اللي بانتها الدولة. يعني شوف كل ملعب، كل نادي في ملعب استاديوم رئيسي، وخارج الاستاديوم الرئيسي نرى 6-7 ملاعب. ولكن الملاعب شو الملاعب؟ الملاعب حشيش عدل. يعني حتى لاعبي أنديتنا أو منتخباتنا من يزورون قطر بصراحة يتعجبون، يتعجبون ويتمنون نفس هاي الملاعب تكون موجودة في العراق. وأنا مسؤول عن كلامي، لو الملاعب في العراق بمستوى أحسن لكانت مستويات الأندية أحسن، لكانت مستويات المنتخبات أحسن. صح. لكان يمكن تأثر علينا حتى يمكن نقدر نوصل. نعم. يعني هسه أنا أجيب، يعني ما أريد أدخل بالتفاصيل الإصابات هاي، يعني موضوع طويل لأن إحنا ما أريد يعني نطول بالكلام. ولكن أنا يعني أتذكر سنة 1972 73، ودكتور جمال وكابتن حامد يعرفونه. نعم. وجنابك أيضا تعرف كل يعني أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم. نعم. بيان وبلغ الأندية المشاركة في الدوري العراقي ببناء ملعب واستاد رئيسي في تلك الفترة. نعم. يعني حوالي صار 40 أو 45 سنة. من تلك الفترة يعني لم تبني أي نادي. يعني احنا نشوف الفرق الجماهيرية، نادي القوة الجوية، نادي الشرطة، نادي الطلبة، نادي الزوراء، لا توجد لها استاد رئيسي. اللي افتهمته من خلال تواجدي في نادي القوة الجوية، الآن سوف يقوم النادي بالاتفاق مع أحد الشركات التي تهتم ببناء، سيكون هناك بناء ملعب يتسع ل 15,000 متفرج، وكذلك بناء يعني عمل 4 ملاعب خارجية في يعني في المنطقة اللي يتواجد بها الاستاد. على هذا الأساس يعني أنا أتمنى وأناشد كل المسؤولين، يجب أن يكون هناك أكثر من الملاعب. سواء إحنا مو عندنا ملعب البصرة وخلاص هاي، وعندنا يعني حتى ملعب الكشافة ملعب قديم يراد له يعني عمل كثير. يعني عندنا من المنطقة الشمالية في سواء في زاخو أو في أربيل أو في توك، يجب أن يكون هناك في كل المحافظات. صدقني لو تكون عندنا ملاعب في العراق كرة القدم تتطور ومستوى الأداء يرتفع في الأندية أو في المنتخبات العراقية. بالتأكيد كابتن مجبل أنه الملاعب لها دور كبير، ويعني من المفترض في نهاية هذا العام يكمل ملعب الزوراء مثل ما صرحت وزارة الشباب والرياضة، وأيضا سيبدأ العمل أو بدأ في ملعب التاجيات. الملعب الكبير كان مفترض 60,000 بعدين صار 30,000. أيضا هذا ملعب بغداد مهم، هناك ملعب النجف، هناك ملاعب عديدة. هذه أستاذ حسام عفوا لو قاطعك، احنا يجب ان يعني انا مو ابني استاديوم. نعم. كبير. احنا انا اتمنى تكون هناك ملاعب للتدريب، ملاعب. نعم. للتدريب. نعم. مشاهد كامله، مدينه يعني رياضيه متكامله. كلام صحيح. حشيش. نعم. اخضر. نعم. لتدريب الناشئين. صحيح. والاشبال والشباب. صحيح. والفريق الرديف، هاي كلها يجب، لانه هي الاساس للقاعده. نعم. يجب ان يكون هناك بالقاعده. خلينا نشوف، يعني نشوف دكتور جمال، انديه في بغداد ما عندهم ملاعب لل صحيح. دكتور جمال، يعني أنت صاحب تجربة وخبرة كبيرة خارج العراق، وعملت مع العديد من الأندية في مجال
يعني هل مشكلة الاستثمار هي المشكلة اللي برأيك إذا تنحل عقدة ومشاكل الرياضة العراقية؟ يعني مثل ما تشوف بالإمارات هناك أندية يعني مو كلها تابعة للحكومة، مؤسسات أيضا ترعاها، وهناك يعني مثل ما بأمريكا نشوف ودول أوروبية أخرى الشركات البنوك يعني الجهات القطاع الخاص هو الذي يرعى الأندية ويبني لها ويسوي لها. يعني برشلونة مو فريق حكومي، مو صحيح؟ شنو المطلوب يعني الأندية العراقية حتى تتجاوز هاي العقدة؟ طبعا هي حقيقة مراحل. يعني كابتن حسام، يعني المرحلة الأولى أنه فهم الاحتراف، أول نعم. مرحلة هاي شنو معنات احتراف. نعم. المرحلة الثانية تبدي أنه كيفية التواصل، يعني حتى من النقاط المهمة الموجودة في قلت لك المعايير هي الماركة التجارية. نعم. والعمل التجاري. نعم. وهي مهمة بالنسبة لهم، لأنه الاحتراف بدون مصادر مال من الخارج أو رعاية لا يمكن يكون احتراف. صحيح. يعني هناك شركات كثيرة مثلا بالعراق تعمل، هناك مؤسسات أيضا كثيرة بالعراق تعمل ممكن رعاية تندية بها. يعني شوف الآن احنا عندنا رعاية لكن رعاية حكومية، يعني مثلا وزارة التعليم عالي تمول نادي الطلبة، إيه؟ مثلا الشرطة يمولون نادي الشرطة. صحيح. والقوة الجوية يعني هذا مؤسساتية. نعم. إلها يعني ما نقدر إحنا نعتمد عليه اعتماد كلي. صحيح. بالضبط مؤسسات، وبالتالي يجب أن يكون هناك اعتماد كبير جدا على الاستثمار. أما نعم. استثمار طيب. اللي يعمل النادي بميزانية معينة. صحيح. أو رعاية من شركات كثيرة جدا، وما موجودة الشركات حقيقة. نعم. لكن تعرف الظرف الحالي الموجود بالوضع الأمني. نعم. الآن بالوقت الحاضر يعني من الصعوبة جدا أنه تيجي شركة. بالضبط. وبالتالي أنا أتصور للمستقبل، والآن ليش قلت بالبداية، قلت بالمستقبل يجب أن يكون هناك كادر فاهم لعملية الاحتراف. نعم. يعني من أقول فاهم يعني يعرف تفاصيل الاحتراف، يعرف كيف أنه يمون هذا النادي، لأن الأندية مالتنا أندية ضعيفة ماليا جدا، وبنفس الوقت ضعيفة من ناحية الإدارة والتخطيط المستقبل. نعم. إن شاء الله يعم الأمن والأمان والسلام بالعراق، تتحرر الموصل وكل المناطق اللي تتواجد بها العصابات الإرهابية، يعود الأمن ويعود الرخاء أيضا للرياضة وتنتعش الأندية. خلي أروح الفاصل الأخير أعزائي المشاهدين، وبعدها نكمل مشوار هذه الحلقة من استوديو الرياضة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والجزء الرابع والأخير من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. في هذا الجزء أعزائي المشاهدين نتحدث عن المنتخب الوطني لكرة القدم اللي تنتظر مرحلة مهمة، هي المرحلة الثانية، مرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم لكرة القدم. المنتخب الوطني راح يخوض لقاء ودي مع المنتخب الإيراني يوم 18 آذار المقبل على ملعب أزادي في إيران. هذه المباراة التجريبية تسبق مباراة العراق واستراليا بخمسة أيام المقررة يوم 23 بالشهر المقبل. أريد أشوف رأي الكابتن حامد جبر عن المنتخب الوطني وعن مشواره. هل تعتقد أن المهمة يعني لا تزال يعني لا تخلو من المصاعب، بل هي في قمة المصاعب؟ هل أن المنتخب قادر على تحقيق شيء في هذه المرحلة؟ يعني هو لحد الآن ما خايض ولا لعبة تجريبية. طبعا استاذ حسام احكيها من الاخر. نعم. يعني شلون اقول لك، منتخبنا ليس في مستوى الطموح للاسف الشديد. نعم. لان كان تخطيطه غير سليم في بدايه التعداد.
للمقابلة أو لخوض التجارب أو للتأهل إلى مستوى يعني تصفيات كأس العالم. فدخل في دائرة ضيقة منتخبنا لغض النظر عن أي مدرب كان مسؤول عن المنتخب. أنه ليس في مستوى الطموح، ولا أستطيع أن أقول نحن نستطيع أن نتأهل إلى نهايات مونديال روسيا في 2018. يعني جدا يعني حلم. طيب للأسف الشديد خلينا نشوف كابتن مجبل شو يقول. كابتن مجبل شنو رأيك؟ والله بصراحة يعني إحنا يجب أن نكون يعني متفائلين. يعني هي مباراة بعد يعني خمس مباريات، يعني كل مباراة إن حق يعني حق مشروع نقول إن ممكن فريقنا يفوز، ويعني خاصة مباراة العراق وأستراليا، مباراة العراق مع اليابان سوف تقام في 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 إيران، وأعتقد يعني أعتقد صعوبة على هذه هالعدن المنتخبان أن يقدموا نفس الأداء الذي قدموه في مباراتهم السابقة. وإحنا يعني أنا كنت يعني داخل السعودية والتحليلي بصراحة يعني مباراة العراق واليابان يعني ظلم فيها العراق ظلم تحكيمي واضح. الهدف الأول كان من تسلل واضح. أنا لا يعني أرمي لا حتى يعني في مباراة السعودية يعني كابتن، حتى في مباراة السعودية يعني ضربة جزاء مشكوك بها. يعني أنا خل أشرح لك بالضبط. يعني أنا أقول لك أنا كنت في السعودية التحليل يعني ودا وكلها دونتها في السعودية التحليل. إحنا سجلوا هدف التعادل يعني الياباني، بعدين سجلوا هدف الفوز. صدقني الفاول على اللاعب الياباني، ولكن هذا الحكم احتسب الفاول على اللاعب. دفع ثمن أخطاء الحكام. مما يعني المنتخب دفع ثمن أخطاء الحكام والقرعة. القرعة ما انصفت، خليتها ويا الفرق القوية بالبداية. وشيء آخر، شيء آخر أستاذ حسام، يعني حتى مباراتنا أمام السعودية الفريق العراقي كان متقدم بالشوط الأول وقدم أداء ممتاز. يعني حتى ربع ساعة الأخيرة وسجلنا هدف بواسطة مهند رحيم. لا احنا كنا مسيطرين على اللعب، ضيعنا فرص عديده، يعني فرص سهله كان بامكان منتخبنا ان يتفوق، ولكن ضياع الفرص يعني سبب رئيسي. الشيء الاخر هو يعني لحد دقيقه 81 احنا كنا متقدمين بهدف للاشي، ولكن يعني ضربه الجزاء يعني هي التي خلي اشوف راي الدكتور يعني جمال. نعم دكتور جمال، مثل ما نعرف والجميع يعرف انه لا مستحيل في كرة القدم، هل تعتقد انه المنتخب قادر على ان يعود الى السكة من جديد في المرحلة الثانية؟ كابتن حسام، احنا عندنا خمس مباريات. نعم. ثلاث مباريات في ارضنا يعني نلعب في ايران. نعم. ومباراتين خارج. طيب. إذا قدرنا نطلع من هذه المباريات اللي هي 15 نقطة صح لو لا؟ نعم. إذا قدرنا نطلع معدة 12 نقطة ممكن أنه نجي ثالث أو ثاني احتمال يعني. نعم. لكن إذا ما طلعنا من هذه المباراة، وهي طبعا صعبة تطلع 12 نقطة في هذه المباراة يعني، لأنه لا تنسى عندك مباراتين راح تكون خارج أرضك. طيب. والمباراة راح تلعبها مع الفرق البقية، يعني راح تلعب أمام الإمارات وأمام أستراليا وأمام اليابان. صحيح. في أرضك. صحيح. يعني هي ليست فرق سهلة، فرق منافسة وفرق أنه تريد تحصل نقاط قدر الإمكان حتى تصعد وين إلى الأربع فرق الأولى. نعم. وأنا أتصور راح تكون علينا صعوبة كبيرة جدا. على الورق ممكن إحنا نقول على طول على الورق ممكن أنه تفوز مباريات الخمسة، لكن صعبة جدا يعني بالوقت الحاضر، خصوصا تحضيرات المنتخب. لو نجي على المنتخب تحضيراته، تحضيرات ضعيفة جدا يعني، يعني مباراة واحدة أقام راح يقيم الآن مع إيران. نعم. ويلعب ورا يوم أربع خمس أيام يلعب مباراة ضد استراليا أصور. نعم. المحترفين هم اللي كسروا ظهر. صحيح. الفريق العراقي، لأن نعم. المحترفين كلهم خارج البلد. نعم. وبالتالي بالفيفا داي أنه ما يقدرون يلتحقوا إلا قبل 48 ساعة. وبالتالي ما كانت هناك مباريات. التخطيط للمباريات والتخطيط للفريق لمبارياته والمعسكرات ضعيفة جدا. طيب. يعني
يعني عكس التخطيط اللي صار في الآسيا لما راحوا الآسيا، كان التخطيط عالي جدا وخمس مباريات ودية لعب وكانت المباراة على مستوى جيد وبالتالي حقق نتائج جيدة. يعني أنا ما لوم حقيقة ما لوم كابتن راضي، لأنه هذا اللي يقدر يسويه، وحتى لو كن أي مدرب ما يقدر يعمل أكثر مما هو يعمله. لكن إحنا على الأقل نحاول نوقف خلف المنتخب كفريق، كلاعبين كلاعبين موجودين، كإداريين، كجماهير، لازم يقفون قدام الفريق. وبالتالي أنا أتصور بصورة عامة من الصعوبة أنه نصعد، لكن كرة القدم كل شيء بيها. طيب كابتن حامد جبر، استدعيت قبل المنتخب الوطني؟ مثلت المنتخب؟ نعم. أقول ما لعبت بالمنتخب؟ نعم. يعني منتخب وطني شباب أخي. شبابي نعم، بس الوطني ما نصعد. نعم نعم نعم، شباب 1974. ولكن عدم تمثيل المنتخب الأول هو سفر المبكر. تعرف أنا لعبت برا، فكان عندي خيار. نعم. لو باقي ممكن أبقى في المنتخب لسنين. طيب. بس كان عندي طموح خارجي واستطعت أن أطبق يعني. نعم. أو أحصل على طموحي. بختام هاي الحلقة بس أريد أطمننا عن وضعك الصحي، يعني أحبابك أصدقائك قلقين، شلون تطمنهم على حالتك الصحية؟ والله أنا طبعا الكل ما يعرف أنا شوية دخلت في أزمة صحية. نعم. قاتلة يعني. نعم. للأسف. الله بس الحمد لله والشكر أنا الآن تحت العلاج. نعم. ومستمر تحت العلاج ومارس حياتي إن شاء الله طبيعية، ما أريد أفكر في المرض إن شاء الله بعيد عنك المرض. أنت كما إذا تشوفني حاليا، أنت روحك المرحلة وروحك يعني نقائك وطيبتك أمثل قدام الناس، ما يخالف. لا أنت متمثل، أنت هذا بس أطمن الجميع. أنت نعم نعم، أنت أحد أحباب الكل، نتمنى لك الصحة والشفاء. وأنا من هذا المكان أدعو حتى الجهات حسام الحكومية، حسام الوزارة، اللجنة، أنه تهتم بعلاجك، لأن أنت أحد الناس الطيبين اللي قدموا للرياضة العراقية. الحمد لله الكل. الحمد لله أشكرك، بس الحمد لله أنا ربي كارمني، والحمد لله عندي مستشفى خاص طبي إن شاء الله خير. والحمد لله والشكر أطمن الجميع بأن الشفاء مالي في تقدم، وإن شاء الله راح أستمر على هذا، ومن ضمن علاجي هو لازم أكون قوي وجابه يعني الإصابة السيئة. إن شاء الله الصحة، إن شاء الله الصحة والسلامة. أشكرك على ودعود لأهلك وأحبابك بالصحة والسلامة. اللي يزور العراق يشفى، ودعتك اللي يزور العراق يشفى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كابتن مجبل، كلمتك الأخيرة في ختام هذا اللقاء. يا حبيبي حسن، إن شاء الله. يعني أشكرك كابتن حسام على هذا اللقاء، وأحيي الكابتن جمال صالح، الدكتور جمال صالح، وأحيي أخي وحبيبي الكابتن يعني حامد جبور، وأتمنى له الشفاء العاجل، وإن شاء الله يرجع ويرجع للعراق بكامل قوته وبكامل صحته إن شاء الله. دكتور جمال، كلمتك الأخيرة باختصار. الكلمة الأخيرة حقيقة يعني سلامي للكل، يعني الأخ مجل الفرطوس والأخ حامد، إن شاء الله أتمنى له الشفاء العاجل والعودة القريبة للوطن يعني، وإن شاء الله أنه نحاول جدب كان ندعي للمنتخب الوطني أن يحقق شيء، وبالتالي يكون على الأقل يفرح العراقيين إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيوفي الأعزاء، من دبي الدكتور جمال صالح، من بغداد الكابتن مجبل الفرطوس، وأيضا النجم حامد جبر اللي نتمنى له الصحة وشفاء وقول قول حلو قبل على سلام علي، اللي نوجه له التحية من هذا البرنامج. وأنتم أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج طون بعيني والمنفذ محمد حسين وهاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني أجمل، تحية مع كادر استوديو، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.